من المسؤول عن فشل العلاقة الزوجية، أنت أم المرأة؟ جاني جار قال لي خويا، قال لي وين راه أيمن؟ قلت له أيمن راني في المشاكل، أنا في الطلاق. أنا قال لي والله غير تهنيت منها. قال لي مبروك عليك الطلاق. وهل الطلاق تضحية أم جريمة ترتكبها في حقك وحق أسرتك؟ كانت الساعة الواحدة ونص الزوج تاع الصباح، رحت بشوية، رحت لافيست تاعو وديت البورتابل، رحت للكولواخ بديت نقلب في البورتابل، صبت واحد النيميرو ما عاودو شحال من خطرة. المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها دون سبب لا تشم رائحة الجنة، ولكن الزوج الذي يطلق امرأته دون سبب هو ظالم. كيف هي أحوال هؤلاء الذين اختاروا أبغض الحلال حلا لمشاكلهم الزوجية؟ بعد الطلاق الكل يصبح عدو، عائلتين أعداء في بعضهم، والأطفال يتفرجوا. كيقول لي ما روح نشوف عمتي، قولوا بالك هذيك عدوتنا أخت باباك، بالك تغلط. جيت للدار هنا لقيتها كتبت لي كتيبة، كتبت لي قالت لي أي راحت عليك الخامجة وشوف حياتك. وما هي المشاكل التي تطال المرأة بعد قرار الطلاق؟ وليت نسمع في الهدر يقولوا شكون هديك دار الهجالة، هديك هي الهجالة، هدوك هم أولاد الهجالة. الطلاق بعد القرار في جزئه الثاني، موضوع حلقتنا القادمة من برنامج الخط البرتقالي، يأتيكم السبت الساعة 9:30 ليلا على قناة الهوغار تي في. انتظرونا.